تاني صورة نمطية أنا بدي أحاول أغيرها هي اعتبار الفلسفة كفر. ممكن ما نحكي قصة تانية، نرجع لأيام ازدهار الحضارة الإسلامية. هذيك الأيام وقت ازدهرت الفلسفة بالعالم الإسلامي من خلال إنه في علماء مسلمين حاولوا جابوا الفلسفة اليونانية ترجموها، زادوا عليها وطوروها. مع هالفلاسفة هدول اللي نحن طبعا نعرف كثير منهم الفارابي، ابن خلدون، ونعرف البقايا سمعانين فيهم. ردا على هالفلاسفة هدول اجت مجموعة من الفقهاء اخذوا موقف سلبي من الفلسفة. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا قبل شوي إنه الدين عم بيحاول يجاوب عن أسئلة وجودية، بينما الفلسفة عم تجاوب عليها بأجوبة أخرى مختلفة. على رأسهم الإمام أبو حامد الغزالي، وقت كتب كتاب تهافت الفلاسفة اللي رد فيه على ابن سينا وفلسفته. إجا بعده ابن رشد رد عليه بكتاب تهافت التهافت، وقال في مقولته الحلوة: الله لا يمكن أن يعطينا عقولا ثم يعطينا شرائع مخالفة لها. طبعا للأسف ابن رشد اتلاحق وتم اتهامه بالهرطقة والزندقة. إجا بعدين حسم الخلاف ابن تيمية. ابن تيمية الفقيه الإسلامي المشهور حسمه ضد الفلسفة، إنه أعطى صورة عن الفلسفة إنه كل هذا كفر بكفر، وقال مقولته الشهيرة: من تفلسف فقد تمنطق، ومن تمنطق فقد كفر. بسبب ابن تيمية فينا نقول انه لهلا الفلسفه لابسه عباءة الكفر لحد الان، وانا برايي لسببين: اول شيء هو الجهل المقدس، وثاني شيء خوف من مساس المقدسات.